افتح يا سمسم يعود لشاشاتنا برعاية. افتح يا سمسم. افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، افتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال، افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، افتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال. لا 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 يا أصدقاء، أنا سعيد جداً لأنكم هنا. إنه موسم حصاد التمر في حي سمسم. التمر اللذيذ في كل مكان، طعمه يا السلام. تعالوا لنشارك في الحصاد ونتذوق بعضاً من التمر اللذيذ. أنا أحب التمر. مرحبا قرقور. اهلا. مرحبا. انظري الى ذلك النوم. انه رائع. مرحبا يا نعمان. مرحبا يا اصدقائي. نعمان نعمان. مرحبا ملسون. مرحبا يا صديقي. نعمان. مرحبا. مرحبا كيف حالك؟ انا بخير. الله يا امل، هذا أجمل شيء رأيته في حياتي. أنواع مرتبة بشكل رائع من التمر. نعم يا نعمان، إنه موسم الحصاد، فالتمر ارتوى من الماء وتعرض للشمس لعام كامل حتى نما وأصبح حلواً لذيذ المذاق. هل جربت هذه التمرة؟ إنها لذيذة جداً. لقد جربنا أنا وشمس كل الأنواع واخترنا النوع المفضل. صحيح يا شمس؟ أنا أحب التمر حتى أنني سآكل منه على الفطور كل يوم. عند الفطور وقبل الغداء، وجبة خفيفة بعد الغداء، وتحلية التمر بعد العشاء. من هذا النوع، هذا هو المفضل لدينا، طعمه حلو. لحظة 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 يا نعمان، هذا النوع لم يكن المفضل لدينا، بل هذا النوع. أعجبنا هذا النوع لأن طعمه لذيذ جداً. ولكن يا شمس، اتفقنا على هذا النوع. لا طعمه لا. حلو. لا 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 يا نعمان، نحن اتفقنا على هذا. طعمه لذيذ جداً. لحظة لحظة لحظة، سوف أساعدكما، فأنا قرقور خبير حصاد التمر المشهور، سوف أتذوق التمر الحلو أولاً. طعمه حلو. أترين يا شمس، طعمه حلو. والآن أنا قرقور سأتناول التمر الذي طعمه لذيذ ثانياً. طعمه لذيذ. أترى يا نعمان، طعمه لذيذ أيضا. كلاهما طعمه جيد، يصعب علي الاختيار. عرفت، يجب علي أن أتذوق مرة أخرى. اختر من هذا النوع، من هذا النوع. اختر يا قرقور من هذا النوع. هنا هنا يا قرقور، قرقور هنا هنا هنا. اختر من هذا النوع. هذا يا أمل، نعمان وأنا
عادلة لحل هذا الاختلاف. ما هي يا أمل؟ ما هي؟ سوف نقيم مسابقة للتمر. مسابقة للتمر؟ نعم، مسابقة للتمر. سيتم تعيين أفضل لجنة تحكيم في العالم، وسيتم اختيار أفضل تمر في حي سمسم. أفضل لجنة تحكيم في العالم. لذيذ. نعم، وأنا أعرف تماماً من أعضاء هذه اللجنة. من هم يا أمل؟ من هم؟ نعم، أمل، يجب أن نقابل أفضل لجنة تحكيم في العالم لاختيار أفضل تمر في حي سمسم. حسناً، شمس، أقدم لك الحكم نعمان. نعمان، أقدم لك الحكم شمس. أنتما تحبان التمر كثيراً، لذلك أنتما أفضل لجنة تحكيم في العالم. ماذا؟ ماذا؟ ولكن كيف؟ أمل، كيف سينجح ذلك؟ عندي الحل. سيداتي، آنساتي، سادتي، أهلاً وسهلاً بكم في مسابقة أفضل تمر مع أهم لجنة تحكيم في هذا العصر. الحكمان صديقان مشهوران، ولكنهما اليوم مختلفان. سيتذوقان التمر ليختارا الأفضل وينهيا الأمر، ولكنهما معصوبا العينين، وذلك هو التحدي للإثنين. يا سلام! حسناً يا أطفال، هل الحكمان جاهزان؟ نحن جاهزان! نحن جاهزان! رائع، لنتذوق أول تمرة. وأنت يا نعمان. لذيذة. التمرة الثانية. هيا شمس. نعمان. رائعة، يا سلام. لذيذ. الآن تأتي اللحظة الحاسمة. شمس، أية تمرة تختارين؟ التمرتان كلاهما كانتا لذيذتين، وكان من الصعب الاختيار، ولكنني قررت أنا أختار التمرة الأولى. رائع، وأنت يا نعمان، أية تمرة تختار؟ كان الأمر فعلا صعبا، كالاختيار بين شيئين متشابهين، ولكني أختار التمرة الثانية. هذا رائع، بإمكانكما الآن أن تنزعا القماش عن أعينكما. حسناً حسناً، إذن ماذا حصل يا أمل؟ نعم أمل، ما النوع الأفضل؟ شمس، أنت اخترت تمرة نعمان، ونعمان اختار تمرة شمس. إذن يبدو أن لدينا تعادل. وخاصة أننا اتفقنا في النهاية. أتعلم؟ هيا بنا لنلعب. هيا بنا. يا سلام. أنا قرقور أصبت بالتخمة من تناول التمور. أنا قرقور بخير. وهكذا أيها الأصدقاء الصغار، انتهى كل شيء على خير في آخر النهار. نخل وسنان سحر وجمال، نخل وسنان سحر وجمال. تعمل سلة
تعفي تعمل 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 والشغل من الشرف تعمل 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 سلات من سعفي تعمل 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 والشغل من الشرف تعمل تعمل أحلى الأعمال بيد الأطفال أحلى الأعمال بيد الأطفال تعمل سلات من سعفي تعمل 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 والشغل من الشرف تعمل 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 سلات من سعفي تعمل 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 والشغل من الشرف تعمل تعمل أحلى الأعمال بيد الأطفال أحلى الأعمال بيد الأطفال أهلا أهلا يا أصدقائي، أهلا بعودتكم. ماذا سنفعل؟ ها؟ أنا أعرف. دن 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 حين تحتاج صديقا تتسلى معه، حين تحتاج رفيقا تتحدث معه. انظر من حولك مرة والق تحيتك العطرة وارسم على وجهك بسمة. يا سلام، ها قد جاء الآن، معه يصبح يومك رائعا حلوا سعيد. سوف تمرح سوف تلعب، إنه شيء أكيد ليس صعبا أبدا، سوف تلقى أحدا حينها تجعل يومك ممتعا جدا سعيد ومليئا بالفرح وسرور ومرح انظر من حولك مرة والق تحيتك العطرة وارسم على وجهك بسمة. يا سلام، ها قد جاء الآن، معه يصبح يومك رائعا حلوا سعيد. سوف تمرح سوف تلعب، إنه شيء أكيد. اسمع إلمو، أنا أعد طبقاً بحرياً لذيذاً يحتوي على كل هذا، يمكنك تذوقها جميعاً دفعة واحدة، ما رأيك؟ هل تود ذلك؟ أجل أجل أجل، رائع، كل هذا في طبق واحد؟ جميل، ابقوا هنا واكتشفوا الأمر مع إلمو. مرحباً باد، عدت من السوق. جيد، اشتريت التفاح الذي أريده؟ ليس تماماً، أني استطلبت منك أن تشتري لي بعض التفاح. أعرف بدر، لكنني قررت أن أجرب هذه الفاكهة الجديدة، إنها الشيري مويا. شيري ماذا؟ الشيري مويا. أني لقد أردت تفاحة. أعلم بدر، لكنك تأكل التفاحة طوال الوقت والشيري مويا تبدو مثيرة للاهتمام. سوف أقطعها لك، انتظر هنا. لماذا يحاول أنيس مفاجأتي دائما هكذا؟ حسنا، تفضل بدر. شيري مويا مستديرة وجميلة ومملوءة بالعصارة وجاهزة للأكل. لا أدري أنيس كيف هو مذاقها. يا إلهي لا أعلم بدر، اسمعني سأتذوقها أولا، دعنا نرى. إنها ليست سيئة حقا، إنها نوعا ما نوعا ما إنها حلوة نوعا ما وقشدية نوعا ما. يا إلهي أنيس، إنها لذيذة حقا، عليك أن تتذوقها، إنها لذيذة. أريد تذوقها أنيس. أنا أحب الشيري مويا.
أنيس لقد أكلتها كلها. حسناً لا بأس بدر، لدي المزيد من الأشياء في الكيس هنا. المزيد من الشريموية؟ كلا، لدي الكاكا والرمان والمانجا. لدينا مهرجان لتذوق الفاكهة الجديدة، أي واحدة ستجرب؟ بل تقصد أنت من سيجربها. هل أصبح طبق إلمو المميز جاهزاً سيدة بائعة؟ ليس بعد إلمو. أوه لا بأس، الأمر يحتاج بعض الوقت. ننتظر إلمو. دم دي دم دم دا. يا للروعة، هذا مطعم كعك جديد سأجربه. أين أجلس؟ أينما تريد. لا لا، هنا سيدي، تفضل بالجلوس. مريح. طاب يومك سيدي، وأهلا بك في مطعم الكعك العصري. أنا النادي القرقور. أنت تعمل هنا؟ حسناً، من الصعب تسمية وظيفة تحبها بالعمل، لكن صحيح، ماذا أحضر لك اليوم؟ للروعة، أنا أريد كعكة كبيرة برقائق الشوكولاتة. نم نم نم. أسف، لا نقدمها هنا سيدي. حسناً، أريد كعكة شوفان كبير جداً بالزبيب. نعم نم نم. كلا، لا نقدم هذا أيضاً. لا كعك شوكولا ولا كعك شوفان، أي مطعم كعك هذا؟ نحن المطعم العصري للكعك بالخضار سيدي. مطعم عصري للكعك بماذا؟ أنا لم أسمع يوما بهذا. هذا ممتاز، لأن مهمتنا هي أن نجعل زبائننا يجربون أشياء لم يتذوقوها من قبل. وهذه قائمة الكعك التي نقدمها، كعك البروكلي وكعك بالقر بالقرنبيط. إلى اللقاء. لا يمكنك الرحيل، تذوق واحدة على الأقل من ابتكاراتنا الصحية بالخضار. هيا أقدم قدمة وسأضمن لك أنك ستحبه. خيار رائع، معكرونة بالسبانخ. أوه لذيذ. أنا ما أريد تجربة واحدة أخرى. هيا ملفوف. أنا أحبه هذا أكثر حتى. يا للروعة، أنا أحب الكعكة العصرية بالخضار. أريد المزيد المزيد. هيا أعطني. سيدي لكنك التهمت كل الكعك الذي لدينا. أتقصد بأنه لم يقع شيء؟ حسناً، باستثناء الخضار الذي نصنع الكعكة العصرية منها. رائحته شهية، ربما علي تذوقها. إيه على الروعة. أقول دائماً لا يوجد شيء أفضل من الزبون السعيد. إلمو، ما رأيك بالطبق الذي أعددته لك؟ إنه لذيذ. يا للروعة، إلمو مسرور جدا لأنه تذوق طعاما جديدا اليوم. جربوا ذلك أيضا، ربما ستحبونه. مرحبا يا أصدقائي، هل استمتعتم؟ نعم. يا سلام. والآن ماذا سنفعل؟ ها؟ حان وقت القصة، هيا بنا. مرحبا يا أصدقاء. مرحبا. مرحبا نعمان. مرحبا أمل. لقد اشتقت إليكم كثيرا. اليوم سأقرأ لكم قصة من كتابي عالم القصص. يا سلام. قصة اليوم قطة في ورطة. صغيرة وقعت في ورطة كبيرة. لا تخبر أحدا، ولكنني أكلت جميع السكاكر في المنزل. ماذا أفعل؟ مهما خبأتها أمي أستطيع أن أشمها من بعيد. يمكنني أكلها ليل نهار، في العشاء والغداء والإفطار، واليوم سوف يأتينا ضيوف ولن تجد أمي حبة السكاكر واحدة فوق الرفوف. مسكينة أمي، ستشعر حتماً بالإحراج. ورطة، ورطة، وها هي قد اقتربت مني.
وأخذت تلفني وتشمني. كشرت أمي عن أنيابها غاضبة. ريمونة، أيتها القطة الشقية، هل أكلت جميع حبات السكاكر؟ كيف أكلتها كلها؟ أنا لم أستطع الاعتراف، ولكنني أيضاً لم أتعود الكذب والالتفاف. أكلتها جميع السكاكر، أكلتها ورطة وضعت نفسي فيها. أتى الضيوف وأمي بذكائها رتبت أمورها وقدمت لهم المكسرات اللذيذة والفاكهة الطازجة، واستمتعوا كثيراً بتناول هذا الطعام الصحي. تركتني في غرفتي وحيدة ومنعت عني لعبتي الجديدة. ولكن بعد لحظات قليلة ولم يكن باليد حيلة، ألم في معدتي يمزقها، وجع في أسناني يضربها. أمي النجدة، أنقذيني، أشعر بألم فظيع. إنه من السكاكر. أتت أمي على عجل لأنني أصرخ مستنجدة. أيتها القطة الصغيرة، أنت متألمة كثيراً. هزت أمي رأسها يميناً ويساراً، حركت ذيلها للأسفل ثم رفعته إلى الأعلى. لابد أنها تفكر وتخطط. وجدت الحل لورطتي. ألم معدتك سيهدئه الحليب، وأسنانك سيعالجها الطبيب، والسكاكر سنستبدل بها الحليب، وعيني عنك بعد اليوم لن تغيب. أنا قطة صغيرة وسأحاول ألا أضع نفسي في ورطة كبيرة بعد اليوم، وسأتناول حبة سكاكر صغيرة. أرجوكم ذكروني إن نسيت. وهكذا تعلمت القطة أن لا تأكل الكثير من الحلوى. هل أعجبتكم؟ نعم. هذا رائع جداً. هيا يا أطفال، لقد حان الوقت لنقول وداعاً، ولكننا سنعود غداً لنقول افتح يا سمسم. نشتاق إليه ما شاء الله عليه، وغدا سنعود إليه ونقول افتح يا سمسم. حقا نشتاق إليه ما شاء الله عليه، وغدا سنعود إليه ونقول افتح افتح يا سمسم. افتح يا سمسم هيا، أبوابك تحلو الدنيا والورد الداب يحيا. افتح افتح يا سمسم، نلعب نمرح نتزلى، ha ha ha.